في إطار تدشين المنشآت الصحية والترفيهية والثقافية للعمال سوناطراك، يعني حصلنا شرف يعني دشنا في قرصو في هذا العام منشأة، واليوم ندشنا منشآت صحية ومنشأة ترفيهية ورياضية، وهذا داخل في دون لو كات تاع اعتبار الطاقة البشرية في سوناطراك لعمال سوناطراك وحتى للمتقاعدين سوناطراك. ندشن معكم مركز زموري البحري. مركز زموري البحري يضيف لمركز العائلي لقرصو 104 شالي. المشروع بإجماله مكننا من اليوم من وجود 225 شالي لفائدة عمالنا بكلفة 120 مليار. تشين اليوم المركز الصحي لشركة سوناطراك بولاية بومرداس. يتربع هذا المركز على مساحة 460 متر مربع. فيما يخص كلفة مشروع المركز الصحي لولاية بومرداس فكلفته تقدر ب 32 مليون دينار جزائري.